نفسي وعصبي وضغط جماهيري في مراحل كثيرة، في هذه الفترة اللي احنا فيها الحمد لله الحالات بتقل وشدتها بتقل، يجب ان نستمر في الاستعدادات والتجهيزات بحيث لو حصل اي حالة جديدة او اي نوع من اي نشاط جديد للفيروس يبقى احنا مستعدين لهذا. اجتماع سيادة الرئيس مع سيادتك اليوم، هل لانه لدينا مخاوف بجد فيما يتعلق بالموجة الثانية وخاصة ان اوروبا لازم وفرنسا لازم. الحذر الحذر والتخوف لا يؤكد ان في موجة تانية جاية ولا لا. لسبب بسيط، ان الموجة الاولى لم تنتهي. يعني الموجة الاولى احنا ما زلنا فيها. قلت وده متوقعين. وسيادتك استاذ احمد لو استرجعت لحديث بتاعتنا القديمة قلنا ان احنا الحالات بتتصاعد وهتوصل الى القمة ثم تبدأ تقل، واتفقنا ان الحاجات كانت بتزيد بطريقة افقية وليست رأسية، ودي كانت ميزة في التعامل مع الحالات. انما بما نشاهده ونسمعه ونراه في مختلف انحاء العالم ان في حالات بتيجي تاني، ان في شدة الحالات بتيجي، العدد بيزيد، فهنا الاستعداد الكامل والتام في منتهى الأهمية. لو ما جاش يبقى خير وبركة ونعمة من ربنا، لكن لو جه يبقى في استعداد، استعداد وقائي مننا كلنا، من المواطنين، من الإعلام، من الصحة، من الجامعات، من كل حتة. وإذا ما جاتش يبقى نعمة كبيرة من ربنا، لكن لو جت يبقى في استعداد كامل. أنت بتقابل عدو ودايما عدوك لازم تترقبه وتتحسبه وتخاف منه وتكون مستعد له. فرنسا اليومين اللي فاتوا الحالات بتزيد 3000 و4000 حالة، بعد ما كانت مئات. هل عندنا مخاوف بصراحة؟ سيادة الرئيس النهاردة تحدث عن التعليم العام الدراسي الجديد، وانه لو في اي يعني ممكن نأجل ولا هنمشي في نفس الخط اللي اتفقنا عليه. حضرتك طول ما احنا ماشيين بخطة وقائية اللي اعلن عنها سيد وزير التربية والتعليم، العدد التباعد، تقسيم اليوم الدراسي، تقسيم الايام الدراسيه، جزء الكترونيك وجزء تاني حضورا، وكل الناس لازم عامله الاحتياطات، الطلاب او التلاميذ، التدريس، العاملين، بحيث يبقى في استعداد كامل ان ما يحصلش اي عدوى. لو حصل اي طارئ جديد فالسياسه التعليميه هتتغير توافقا مع هذه الظروف التي نتمنى ان شاء الله انها ما تحصلش. انما الخطه الموضوع حاليا الحقيقه خطه جميله جدا، واحنا عندنا تجارب في هذا. سيادتك عارف امتحانات الثانويه العامه، الحمد لله مشيت بطريقه امنه جدا. حضرتك امتحانات السنوات النهائيه في الجامعات، والاولاد الثانويه العامه خلصوا وهيخشوا الجامعه، الاولاد اللي في الجامعات اتخرجوا والنتائج بتطلع، فاذا عندنا تجارب سابقه في هذا الاتجاه. فاضل التجربه بتاع المدارس اللي هي ما قبل المرحله الجامعيه اللي هي المرحلة الثانوية والإعدادية والابتدائي والحضانة. فالخطة الموضوعة خطة موضوعة بطريقة زي ما قلت حاجة احترافية، فيها خطوات آمنة شديدة جدا، فيها تأكيد على الوسائل الوقائية والتعامل معها، فيها تأكيد ان لو حصل في مدرسة حالة مشتبه فيها يبقى في مكان، مش هسميه مكان عزل، هسميه مكان لفصل التلميذ او الطالب او المصاب في حتة بعيد عن زمايله. إذا هناك احتياطات بدون شك، زي ما حصل الفترة اللي فاتت وحضرتك متابعها، كل مرحلة ليها أسلوب تعامل معها بحيث التعامل ديناميكي يتوافق مع الحالة ومع الظروف اللي موجودين فيها. كم مستشفى النهاردة عندي لا قدر الله؟ لا قدر الله